يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بالله السجن والدار يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بالله السجن والدار يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 بالله تعال انت قرجان جبنا الفويره الله ما تروح امش والله ما عاد اديك بقاله والله ما عاد اجيب لك بنت خالتك تلعب معك امش صلي ليش ما تسمع كلام؟ ليش ما تسمع كلام؟ تعبت لقيتك والله العظيم عجبك ولد خالك بنت خالك السوسة والله ما عاد اجيبها معك ولا اجيب معك مشاري يلعب معك ولا اجيب معك شوكل تفضل فين انت؟ ايش تبي؟ يقول قهري انت تبي يا ولد بعد لك الاسبوع واحد لا ترفع ضغطي والله لا اشقلك بري وقلت لك مره يا بن عمره بن عمره سجل لا 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 هذا مو منظر حضاري يلا هذا منظر حضاري بعضهم شيل 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 هذه شيلها بلا شيلها فايزر شيلها شيلها امش شيلها والله لا تجد بهراس احنا هنا لا تجد بهراس تشيلها شلون ترفع ضغطك ما صدني على امه والله قوت ما صدني عليه مرجان ما صدني عليه هلا ذا مرجان شيلها مرجان والله لا يوقفك خلاص علي شيلها هلا ما صدني لحظه 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 هلا انا عرفت فهمت يلا روح شوف اسمع اسمع شيلها شوف اسمعني شيلها اسمعني ثاني شيلها ترى بضحك عليها بنت خالتها سوي سن شيلها خذها لا ما فيك شيلها ما في مشكله شيلها 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 بضحك عليها بنت خالتها سوي سن حمود شوف انا بشيلها انت سمعت كلامه ولا كلامي حمود عبود الاسبوع ذا شيلها شيخ القريه مع نفسك شيلها نفسي مع نفسي انا مرجع شيلها حمود عبود قاعد يتابعونه يزعلهم علي يلا مع نفسي حمود عبود يضحكون علي بكره الفصل يلا ايش تبون الحين وين مسخره عمره ما هدا ادخلها معي من اللي مسخرني لا انت مسخره اسمع لا اطلع مسخره بس لك هو لا اطلع هي باقي موجوده خذها لك كسرها على ترى امه وصلتني عليه بس ولا كلمه شربت النانا حقتك حبيبي خلاص ما اشربها ترى زعلان يلا بروح سلام شيل شيل هذه ودها ودها برا تبغى تذبح الولد على كيفك لا احنا عندنا قوانين هنا امه وصيتني عليه امه بحطها هي بعد والله خلنا نروح امه ما وصيتني عليه حطها وروح يلا حبيبي بحطها هي والله حبيبي يلا حبيبي يلا شباب هوبا اللهم طولك يا روح السلام عليكم الدريشه اللي زيك الدريشه انت تبغى تطلع بعد شوي الدريشه ورحنا نادي جابر من جابر ما اعرف جابر خش خش انا نادي جابر من جابر سكر سكر بقى صح برد ها سكر ما نبغى نبرد صاير الله لا يزال هذا قلبي وهدي شقر يا تفضل يا سلام اليوم جميل يوم عسل مبسوط خلنا نتعب مبسوط اسمع خلنا نتكلم نتعب لازم انت مبسوط ونجيب شيخ القريه اكيد انا اكلمك اكلمك انت ربع طول هي نفسي اسمع اسمع ودرع نعم نتعب ونجيب شيخ القريه ونجمع نقاط والله لا ترد عليه غادي غادي علمها اسمع لا تسمعني انت فاهم ولا لا يا ولد ترى كلك ذا كبرك والله والله ابرتك فيك جريمه يا اخي انت لا تلعب مع اللي اكبر منك يا اخي والله لا اربطك بهذه والله تبطي عظم والله تبطي عظم والله لا تبطي عظم والله انت يا مري شو اسمك انت؟ ما اعرفك انا ما تعرفني انا؟ اعرفك الله يحييك كم الجائزه حقت السجن؟ صفر اسالك بالله ولا ريال ولا ريال؟ ولا ريال تكفى قل لي يا مان ولا ريال ولا ريال سوف انبثق تخزز خربها اسمع اسمع انا اليوم عندي لكم عندي لك لعبه جميله قل لا لعبه جميله قل لا لا شوف اللعبه هذه حلوه ماشي جدا حلوه اللي هي بالذات ده ابو عبر موجود طيب كم جائزه السجن ها
صفر صفر؟ ما فيه يوم اخر وين؟ بورصة طايحة اليوم. انت صادق؟ تكفى لا حد يشوفني. انا في حياتي قد مزحت معاك. سؤال سؤال يا ود انا مستغرب منه انه هذا طوله جدي. سؤال، انا في يوم مزحت معاك؟ انا اصلا ما ابغاك تمزح معي. شيخ القرية برا، هنا انت مسجون. أنا مسجون وتحترم؟ هل القائد أوكي ما في مشكلة. أنا أحترمك وأنت تدري بالشيء هذا، ولا كان بدأت عليك من زمان؟ أي حتى برا بعد. اسمع، شيخ قرية ما عندي. لا في شيخ قرية؟ لا ما في. أقسم بالله لو ما تعطوني حقوقي حق شيخ القرية. وين شيخ القرية؟ وين شيخ القرية؟ متسابقين نظافة أسوار القرية. اي متسابقين نظافة، اهتمام في امور القرية. اقول اسمع. طيب انا عندي لكم لعبة حلوة. تفضل. جميلة، بعطيكم 2000. كم؟ 2000. اعطيكم 2000. والله بس روح خش القفص. هاي القفص اللي حق الاسد. حق الاسد. والله تعطيني مليون. ليه؟ صبر. اذا صبر. انت تطقطق علي. شوف اقعد في، شوف ادخل واطلع ولك 2000 كذا بس. كده ادخل اقعد فيه بس 5 دقائق. اوكي. كم؟ 5 دقائق. راح ما كرهني. انت تقول ادخل وطلع، ايش تعبان مجانا؟ مجانا خلاص تجي له مره واحده. ما في. انا ابيكم بالبهدد. اغادر. يلا اختار طال خلاص. يلا والله تطير ولا توقع يا رب العباد. يلا اختار، ما حد استراد. اختار يا بروش. روح انا ما باغي. اختار. الموضوع عندك تخليها تحترق. والله لو ما احترقت انه فايزين. والله لبناط. اسمع انا اشتكي على ابو علي. اختار وحده كذا. صبر دقيقه. نختار اي شيء. انا صبر قبل كل شيء. انا من هذا المنبر اشتكي على ابو علي وعلى المطبخ. صبر دقيقه يا. ما في شيء. فاضي. تسمع مني؟ اسمع مني. انا تدري ليش؟ أبو فاضي. تدري ليش؟ خلاص بختار ذا. يا ولد عاد تصفطني. يا ولد تسحب علي انت. يا امك اسمع التربيس. ما ادري ايش اسمه ذا. يا اخي ابو عمره. شيخه ما شيخه. والله انت عظيم. كنت تعطونا الشيخه وتمسحون فينا البلاط. والله عشانك ذي المره بس. ذي المره بغيرها ذي عشانك بس. ليه؟ بس. مين زين؟ سهله. في ذمة شيء أصعب. وش رأيك بالله كيف تتحرك مع هذا؟ شوف نحيس. لا طول لكن نحيس. خلاص هذا شيء يقهر. شيء أصعب له. أخون وجه صدق رجل ناوينا. ما فيه. أنا يا أنف القرية. أنا تصدق يا شي غازي، من خلقني ربي إلى الساعة هذه ما حد قهرني ولا حدني على شاي. للأسف يجعل قوته في أضعف خلق. إي والله. بسم الله. وش ذا؟ هذه لعبة حلوة جميلة. كرة سلة. طيب أنت ما تعرف تلعب كرة سلة؟ يا أخي هذا حتى ولدي ظاهر ما يلعبها يا أخي. شلون تلعبني يا الله يرحم والديك يا أخي؟ ها؟ طولي وشعري الشاعر محمد بن عمرو. يا الله النهاية المفلسة. لا والله النهاية المفلسة. والله أموت أبرك. صل علي صلاة الغائب. يا حول ولا قوة إلا بالله بخلقه يجود. محمد بن عمرو العب. من رأسا إلى عقب. كل الكلام هذا عشان لعبة. أنا اليوم نمت غث. ليه؟ كأنه جايني خبر خطير. لماذا؟ شيباتي وشيباتي حالة. أصلع. أيوه. لعب فيني الزمان. أيوه. أنا زماني لعب فيني. طيب. أنا. شيل يدك. أبشر. أنا الآن بشتكي. شيل يدك. بشتكي لك يا. شيل يدك. يا ولد أنا أبغى أطلع أهل زي الناس يا مسلم. تكفى يا أخوي. أشوف باقي في كور وأجي. يلا. باقي في كور. أنا ما أضمنك أنا. لازم أجي معك أشوف. ما في شيء. الله لا ينصرك. استغفر الله. ما في شيء. رح والله ينصرني عليك. والله هذا شيء يعني حرام. طيب كم حقة السجن؟ كم؟ لا كسروا العابنا وضيعوها ايوه. يا سلام. اذا ما جحفلت خطوات الفشل والفاشلين. مرحبا يا ابو شيخ مرجان. مرحبا في حالك. هذا لون برتقالي. امسك امسك. طيب ابو عمره سم الله فيك. شوف التايمر عندكم. ها بدا بالله. ايه بدا التايمر. طيب جبت واحده. انت ايش تبي الحين؟ ايش تسوي؟ جمع لي الكور كلها. عطني امسك. ايوه والله يا رجال. اسكت اسمع كلامه. سوي لي ابي بس خلونا نمشي. ايوه 10 محاولات
كم اجيب واحدة؟ نزل لي ست. ست؟ ايه. طيب نزلت واحدة شافوهم؟ ما شافوهم. والله شافوهم. انا هم شافوه انا ما شفت. طيب خلاص راح من جديد. خل خل هذا واحد غلط. يلا انت يا نعم. واحد واحد واحدة ما يحتاج صح؟ حط الثانية. حط الثانية يا رجل. يا رجال سوي اسكت. سوي اللي يبي سوي. سوي اسكت. هذا ما تدري هذا مزاجي. ذا اثنين. بيض الله وجهك. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. ابغى ثنتين. ها؟ اركض قوة. خلاص يلا بس خلاص سيبها بس طلعها برا. خلها يا رجال. حظنا في دبور. حالتنا حالة. قايمين من صبح ونطبخ وحالتنا حالة. أخذ ورفعت الأرضنا وروعتونا. أربع بس خلاص. سيح السويل يسمع اللي فيها خلاص. وقف خلاص. جبت أربعة خلاص. خمسة وقف. صلى الله وسلم. وقف هناك أبو عمره. سم نود خمسة من عصر ستة. شفت شو؟ هاي حبيبي جبت واحدة قبل. وين ما تجيب؟ والله جبت واحدة. وين جبتها؟ رجال وانت هنا تفرج ايش يسوي لك؟ والعد تايمر نزل. لا يا شيخ ورب الإيمان. طب هذه كلها تجربة. يلا ابدأ من جديد الحين. من جديد. أنا قايل لك بيقهرك الرجال. لا 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 يا يا بسرعة. الوقت شفت الآن كيف ما تستحملك. يلا الوقت. يلا الوقت خل ما يصل هذا. تعال تفرج. ما لي شغل. لا تقول شوي. شوف كل ما تضغط الزر محاولة. ما علي فيه دخلته ولا ما دخلته. واحدة ثنتين. امسك. وي واحدة ثنتين. ثلاث. قول تك عسى الله. الله يحييك غازي. أربع. خليك معي يا غازي. خليك معي يا غازي. شوف انا شيخ القريه. طيب اذا الدعوه ما اصلحت تسمع المخدم. اول واحده على طول اختناق. هات يا ولد زركم ذا. وش اسوي؟ خلاص خلاص خلاص. ستوب. الله يستر عليك ابو عمره. سم تبي اللون البرتقالي ولا الثاني؟ عندك 10 دقائق ليش مستعجل؟ ولا خلاص يعني عندك درع مروض. خلاص طيب هات. خلاص جبت ست. ما في خلاص يا اخوي. لا تاخذ الزواج. جبت ثلاث من عشر. اسكت هاي عله والله العظيم يحرمنا الفلوس. يا ولد شفت ترى خصم. هذه فيها خصم. يا ولد هذه فيها خصم. تعال كلنا فيها خصم. فيها خصم. اسمع اسكت. لا اسمع انا بيوجه ابوك. خلاص اخصموا عليه. ليه؟ ها؟ ليه؟ كذا بكيفي. يا ولد انت بدل معطيك القرارات. هذا اللي اعطاك القرارات. هذا ما يخاف الله. هذه بدله. انت سامت بره. هذه بدله. ما تسلط على خلقك. يلا العب خل ويس. العب يلا. لقط الكور والعب. يلا ادوسك بس خل اقطك الكور. يلا القطك الكور. يعني عادي. حاول تجيبها تفوز. محاول تجيبها ما تفوز. ايه اوكي. انا عادي ما افوز. عادي انا ما عندي مشكله. صبر. يلا خلاص باقي لك واحده. يلا تجيبها تفوز. ما تجيبها راحت عليك. بالله وي والله والله العظيم. انا اتكلم من جد. اتكلم من جد. إيه؟ انت قاهرني من جد ولا من جدة؟ قاهرك لاني انا لانك انت. الوقت يروح يا ابو راشد. جبتها. ستوب. جبتها. وين جبتها؟ هني ضربت هني. وين ضربت هني؟ انت الحين قاعد تكذب. قاعد اكذب لانكم انتم تخلوني اكذب غصب. احنا نخليك تكذب غصب. اقول لك ليش؟ خليني بقول لك حاجه. جيب الكوره. شيخ القريه الان. ايه ها؟ جيب الكوره. اسمعني. سم. والله يقول لك من لا تقاضى حي يقمح اليمات. طيب شيخ القريه ايش فيه؟ شيخ القريه عنده الصلاحيات يعمل اي شيء. طيب اعمل. ابغى اكرمك انا. كرم. ابغى اكرمك. كرم. نعم. ايه الان بس قول لي انا فايز ولا لا؟ لا. ما انا فايز. لماذا؟ وحتى انت بعد انت فايز. ليش ماني فايز؟ اليومين هذا فيصل الهويبل. انا فيصل الهويبل ماني فايز. ما ادخلي. اصبر اصبر. ايه ايه تعال بسرعه عيدها. يا واحد منكم عيدها. والله جبت 11. يا غازي يرحم شيبان. لا مو غازي. انا احبك. اقعد. عيد. ايه غصب. عيد بسرعه يا ابو راشد. جيبها. انا متسلط عليك اليوم. عيد ما اقدر على ذا مع درعي. بقول لك تكفى. بقول لك
تكفى الله يرحم شيبانك ويرحم بسرعة يا ولد يا اخي مالي بعد ابى اعطيك الرصيد عشان ابى اعطيك كم الرصيد كم بيجي دقيقتين يلا كم الرصيد يلا يا رجل والله يلا يلا والله اقسم بالله العظيم بسرعة بسرعة والله اتكلم جد بسرعة بسرعة يلا ركز ركز ما ابغى اركز يا اخي هذه خربة ذي واحد واحد جبتها احسب لهم ركز 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 ما ابغى اركز ركز يا براش يلا نايف احسب معاه اجل ركز نايف تكفى يا نايف ارجع لي نايف تكفى يا نايف يلا هو يسمعني يلا يسمعني هو يسمعك تكفى يا راسي انا في وجه ابوك يا نايف ضغطي مرتفع يلا يا سلام يا لا لا هذه ما جت صح انا معك هذه يلا يلا هذه جت بعد لا هذه صح يلا يا سلام نايف انا في وجه ابوك يا نايف فكني يلا فكني من المأزق اللي انا فيه سلام. انت شايفني قبل شوي انت شايفني انت شايفني حسبي الله أنا نايف تكفى نايف اسمع خلاص دقيقه خلاص اسمع دقيقه 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 انا بدي العب انت انا بدي العب انت اللي خولتني العب اسمع اسمع ابيك تدخل لي هذه كلها هنا مره واحده ليش يا ابو شو لا لا استنى استنى تكفى نايف شفت يا نايف اني انا انسان طيب شوف ايش قاعد يسوي هذا معي الشخص الحبيب انت قاعد تخاطب الاعداد قاعد يخصمون عليك خاطبني انا انا خاطبني يا ولد انا ما اقدر اطلع انا خاطبني انا ايش تبي خاطب من ايش تبي انت رجال متسلط علي وش اخاطب فيك متسلط فيش انا وش اخاطب فيك متسلط فيش متسلط متسلط علي ما في لنا ولا يا ولد انا بيني وبينك شيء انا وانت قاعد تسلط على المحزب البليان من المتسابقين هذاك اول هذاك اول والحين الحمد تسلط عليك مكتوب ايش الحين اقرا اقرا مرجان السجان ايه هنا زد رصيدك سبعه باذن الله ايوه لين زي حلقه النبيل الشايب بتشوفني عندك هنا معبر اخوي وجهي صدق ايه عاجبك ولا مو عاجبك وهذا سوف اجري فيك اقول لك شيء قرار انا اخلي السماء اقول اسمعني انا خيار راح اسبك ذكريات اسكت ولا كلمة انا بذبحك لو اذبحك غدرا ولا غدرا اقسم بالله ولا كلمة اص ولا كلمة يلا خلص التايمر واعطوني النتائج غازي فاز ولا ما فاز؟ ما فاز والله فايز اخوي ما فاز لقط الالعاب وحطها في الكرتون هي هي ترى ورانا مركز اول والما نزل من اول احنا في الزبدي وإذا أنت مهتم في المركز الأول اهتم في اللعبة يا رجل مهتمين أنا بس ما طلعت أنا وجههم طيب يا أخوي إيه لا تقعد على المايك طيب يا ولد من قعدت على المايك من الغبي أنا أنا ثلاث سنوات هنا أعلم كل جدارة هنا في القرية نايف الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك قرية زد رصيدك والله يبيض وجهك العريفي والله يبيض وجهك يا شامي الفرصة والله يبين وجهك يا ناصر الحربي والله اعطيكم البورصه اليوم خير ما قهرني الا ذلك خير البورصه والله 880 عاد احسبوها نص بالنص شوف كم تطلع 440 اي يعني 440 انا سالت بالله يا اخي ايش تبغى مني راحت ابنت يا حبيبي ولد غازي 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 لا تخليني ارتكب جريمه اسكت 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 خليني اطلع بوجه طيب اسكت طيب ها ابشر على خشمي امرني يا شيخ آمن شوف آمن الله يشوف مرحبا والله شوف يا حبيبي الله يحييك شوف أنا حبيت كتفك لا تروح حبيت كتفي كذا على خالي بلاش تكفى شيخ أنا لو سمحت حط اللعبة في الكرتون أنت بتحب كتفي تحب رأسي أنا ما أسلوب هذا ما يمشي معي طيب الحين وش جدا أنا عندي قانون أمشي على القانون نظام تجيني هنا تتأدب وتأخذ ليش أنا ما أنا مؤدب إلا مؤدب بس تتأدب هنا في السجن مؤدب أنا لانك انت تقعد تنبثق علي انا انبثق عليك لانك إيه؟ تقهر الرياجيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم تعود من قهر الرجال جيب العصا هذا ما بالله يعني اول مره اشوف واحد ياخذ عصا طوله اول مره اول اول مره واحد يشيل طرابيش حق حقتك طيب انت قد جربت حاجه شنو قلت اسمع اسمع انت جربت حاجه شنو قلت انت جربت حاجه شنو بسرعه يلا قم الالعاب خلينا نمشي يلا يلا تفشت من وجهك انا خلاص مليت يا ريال اللي مقابلك مستانس انا يعني انا مره اقسم بالله انا خليني اتكلم والله اني قطع تقطيع خلاص انا يوم قالوا لي اللي طلع اللعبه من؟ انا وين ليش الظلم والافتراء؟ ليش انت اللي ما تحط هذا شغلك انت مو شغلي انا؟ لاني انا انسان كذا يعني مزعج انت شفت القهر؟
خير البرائي ولا تتبايعها انت ترى بكره بطلع 10 ايام بس ان شاء الله تطلع بكره ما فكرت فيك ولا هميتني لاني انا انسان واثق في نفسي وقوي وشجاع وقفل اللعبه ولقط الكوره هذه يلا دبور حياتي يلا حياتي دبور بسرعه يا بسرعه شوف بالخير الله يحييش شوف شوف في واحدة هنا في واحدة هنا انت خليك مريح ما ادري عاد مخ ما ادري مخ خلاص ده هذا السبب انا مخاطب الجمهور طالب الجمهور وعليها خصم اعلمك انا وانت خليك مبسوط ومريح وجالس ها و440 راحت زي الله طول والله ما تكفى يا هو تكفى يا مرزا تمام جاوب صح يلا يلا يا اخوي انا ضعت بينك وبين دار الله وش كور انت تبي خله القط كور خله شوف كل ما تلمس بس لمسه 50 راح زين لا ما في وجه ابوك عاد انا اقول ها طيب جلست يلا يلا القط الكور خليني امشي انا ترى وقتي ثمين راح بسرعه يلا واحده من كذا يا وقتي ثمين يلا يلا بسرعه بسرعه يلا يلا يا عمي جهز شنطتك وش؟ كلام بين انا واصحابي ايش عليك انت؟ بينك من؟ اصحابي شو؟ إيه؟ انت تتكلم شلون؟ وليه بكره؟ يجعل قوته في اضعف خلقه سبحانه بسرعه بسرعه باقي في كوره هناك شوف هذيك ايوه يا سلام متى بتحسن العلاقه بيني وبينك؟ ما في امل لانك انت في فاطمه ما في امل تفضل صبري اطلع برا ابلح برا روح كيف يعطيكم العافية وما قصرتوا إيه؟ وشكرا لكم وكان اليوم من أجمل الحلقات اللي مرت علي بصراحة درع شيخ القرية حماسكم تفاعلكم إيه؟ وفصيل أبيات سمعتها وشيلات طيب آخر شيء أنا ما أحبك أنا أكره يا أخي أنا أدري مهما تسوي أولا أدري 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 تكرهني أدري أدري لا تكرهني يا أخي أدري يا ولد مهما تسوي ما تسوي ما مرة أنا ما أحبك بدها لحظة حبيبي درجتنا كم صار 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 شو بهوى يا أخوي غازي شوف اسمع حبيبي غازي حبيبي هذا متمرد متسلط لكن بيننا وبين الله سبحانه أيوة نطلع بخلي لك النعال حقتي هنا برا لو بغيت نعالك لو بغيت صدر ما حد ولا شيء وش يسوي في نعالك وش يعني انا كفايه متحبك قاعد بعد انا بخلي هذه سيارتك فين بنزين مسترد ما وصل باقي جاي رجليه حطك رجليه مسوي في هذا كل دبو وتروح تعجينه الله والله حياه الدبو حياه الدبو مع السلامة كم درجتنا وش اللي مع السلامة مع السلامة روح كم درجتنا طيب؟ غازي لا تلمس درجتنا كم؟ لا تلمس كم الدرجة؟ لا تلمس درجتنا رجع بروح 50 زي اللهب 100 زي اللهب أبو عمر يا أخوي الله يرحمك الله يرحمك شوف الصدق والله يا ولد يا ترى قهرتنا ولعبت فينا يا شيخ يا ريتك ما جبتها للأسف ليه؟ خبعت 440 أنا؟ إي والرجع ذا هذا ما اخذها تكفى انا في وجه ابوك والله جد انا في وجه انا تكفى انا في وجه والله زعلان هذه عشان خاطري والله زعلان انا شيخ انا زعلان اني معطيك ال 400 انا ادري لكن هذا رزق من عند الله سبحانه اليوم من يعني التعاسه اليوم سجي اليوم احس ان اليوم ماشي اسمع مني شفت هذه؟ ايه انا بخليها عندك في السجن لماذا؟ باذن الله راح تكون نهايتك مؤسفه بهذا الشال والله كم الدرجات علمني والله للاسف ماشي منقهر انا والله منقهر اسمعني تكفى وانا اخوك والله انا في وجهك والله مرجان كم الدرجه يا اخوي انا ما في مشكله يا اخي مرجان كم الدرجه والله 400 سالم والله جد فعلا غازي عندي انا ما سالم كيف 400 يعني راحت فلحت خلاص ليش ما هي رايحه قلت لي هي كم وجيها النشامه فالمواقف تفك رقاب اسمع اسمع ولا اتكلم معك بجد اتكلم معك جد انا خل وين انا جبت الكور كلها جبت الكور كلها وين جبت الكور كلها كلها قدامك لا والله ما جبتها طيب اسمع والله جبتها محاولتين ما جبتها هذا اعطيته محاولتين جاب لي محاوله ما جابها طيب انا انسان عدلا قتلا مرة ثانية تعترف السجن وتعترف البرجان السجار وتعترف التايمر وتعترف الالعاب
ولا تقعد تسامق لي في السجن. طيب هذا واحد. اثنين ابو عمره انا زعلان لانك خذيت 440، زعلان جدا جدا. وانا للاسف. وانا طيب انا اليوم انسان. يلا يلا تعال 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 يا مرجان. مدمر مدمر مرجان مرجان. اسمع 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 ال 400 هذه ها صدقني انا بخسرها انا متاكد. زين هذا الرجال خلوه مدمر. انا مدمر. تجمل يا اخو تجمل. والله اخر اسبوع. والله يا اخي مدمر. جود اخر اسبوع. والله لو بيدي لاسحبها واعطيه لاني ما احبك. مين في يدك؟ ما في يدي يا اخو. لا تسحبها فلوسي ما انت بجاي اصلا. هذا رجال اعطاني الله. انا جبت على كل الكور. هاي عاد مسكين يا اخو. هي في يدي عشان عشان البنت اللي جات اليوم. شوف هي في يدي. شو اسمها هي؟ اسمها رؤى صح؟ عشان رؤى. اي التقييم في يدي بس هذا نظام وبنود وتقييم وقوانين انا ما اقدر فوقها. والله ايه والله ايه. زيك انت الحين تقدر بعد كلامي تقول شيء؟ لا. تقدر تقوى علي؟ لا ما اقدر. تقدر تحط عينك في عيني؟ لا ما اقدر. بس ابغاك تدرج. تقدر تلمسني؟ ما تقدر. ما اقدر. شفت كيف؟ ما اقدر. تنبثق على اي واحد اللي علي. نعم صح. شفت كيف؟ نعم. هي الدنيا كيف؟ شوف قل انا ودي اني انا انتقل الى رحمه الله ولا يجيني واحد يا الله اشوفه قربه من القاع شبر يهز فيني. يمكن انت سويت حاجه في حياتك. انا نعم انا الظاهر علي يا مرجان. الله بلاك فيني. مرجان انا كم درجتي؟ وقتي انتهى معك يا مرجان. مرجان 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 تكفى مرجان. اخو الوين مع السلامه. انا في وجهك. انا في وجهك. لا تطلع. انا في وجهك. انا في وجهك.